وصلتني خيرات من أوزبكستان، هناك في أقارب أبويا كل ما جوا للعمرة جابوا لنا من الخيرات هذه كهدايا. هنا جاني عيش أوزبكي، وكمان جاني لحم حصان بس في الفريزر، إن شاء الله حوريكم هو. وجاني هذا العسل، عسل من البلاد، وجاني المضير، أكيد كلكم تعرفون المضير، ولي أسماء تانية غير المضير، قرط، إقط، اللي هو باختصار لبن محمط ينطبخ إلين يستجمد ويستحجر بهذه الطريقة، تمام، يجي طعمه حامض ومالح. وجاني هذا سكر النبات، طبعا هذا السكر هم يصنعوه بنفسهم، إذا تتذكروا حطيت لكم مقطع كيف يسووه في أوزبكستان، يجيبوا القدر الزهر اللي هو القدر الرمل، قدر الحجر اللي أنا أبيعه، ويحطوا كده خيوط بشطرطونات متقاطعة، ويبدأوا يعقدوا السكر ويصبوه ويتركوه، يقوم هو يتجمع في الخيط ويصير بدا الشكل سكر نبات. يعني هذا السكر من الأساسيات في جلسة الشاهي، نشرب الشاهي المر وناخذ وصلة صغيرة كده نحطها في فمنا أو نرميها هنا، نحطها زي كده في النص بدون تقليب، وعلى بال تشرب الشاهي شوية شوية هي تكون شبه دابت، فبعدين تسهل إنك تقرطيها بأسنانك آخر حاجة. وهذا العسل خليني أوريكم، هو طبعا هو العسل كده يجي مع الشمع، شايفين العسل كده يجي ملخبط مع الشمع دي الطريقة، الشمع مهروس في نفس العسل. هذا العسل يسمى بعسل المجرى، حتى هنا معروف بالسعودية، العسل الأبيض معروف بعسل المجرى. كيف طريقته؟ هناك في أوزبكستان في الأودية ومجرى السيول تبدأ تنزل الأمطار، تطلع النباتات والأزهار الحولية، تقوم تجي النحلة وتمتص الرحيق من دي الأزهار ويطلع عندنا ده العسل. بس طبعا زي ما شفتوا الشمع هنا مطحون مع العسل نفسه. ما أبغى أحمسكم وأحنسكم، لكن أطعم مضير ممكن تذوقوه المضير اللي يجي من البلاد، مرة لذيذ، لا فيه مرارة ولا فيه ريحة، ولين وكمان بالمناسبة وصلتني الدفعة الجديدة من مسامير الخبز والتميس اللي هذه تعمل دي الحركات، شوفوا هذه اللمعة اللي زي كده ترى ما هو صدى، من نفس الورنيش اللي ينضرب ده هنا جاء شوية على الأسنان لأنه هذا تفصيل معمول باليد. فوصلت الدفعة الجديدة، للطلب والاستفسار كالعادة على الواتساب الله يخليكم، السناب مرة ما يتحمل ما شاء الله عددكم كبير فمرة ما يمدي، فعندكم الواتس تمام، حنزل بوست كمان في المتجر انه وصلت الدفعة الجديدة. تعرفوا كمان لقيت لها وظيفة غير الخبز والمعجنات والتميس، بعيد عن الحاجات هذه، شفتوا دي مناسبة جدا للكبس في صينية الميني تشيز كيك لما سويت تارت استخدمت، فيعني شوفوا كيف لقيت لها وظيفة تانية غير التميس والعجين.